أي معروف تعرفه أفعل. وجدت علبة في الطريق تؤذي الناس، أمطها؟ يمكن يمكن. وجدت واحد يريد أن توصله، أوصله؟ يمكن. وجدت إنسان مكروب، فرج عنه فرج عنه. وجدت إنسان يحتاج منك أن تبتسم في وجهه، ابتسم. وجدت إنسان تستطيع أن تشفع له، اشفع. ركعتين في الضحى لا تحسب أنها هينة. زبيدة زوجة هارون الرشيد صنعت مشروع عظيم، مشروع عظيم جدا. أسقت الحجيج في منى، منى ما كان فيها سقيا، فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج، سميت عين زبيدة، معروفة في التاريخ عين زبيدة. ماتت زبيدة، رؤيت زبيدة رحمه الله في المنام، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي، غفر لي. فقيل لها: بالعين التي عملتيها؟ قالت: لا والله، العين وما العين، إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها. شفت حاجة ما تتوقع، ركعتين في جوف الليل. أحد الدعاء رؤية في المنام، وهو داعية ومعروف، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فضحك، قال: فوق فوق فوق. هكذا. قيل: بدعوتك؟ قال: دعوتي إنما بريالات تصدقت بها. سبحان الله، ما تعرف يا أخي. لا تحقر من المعروف شيء، افعل كل المعروف، كل وقت كل وقت تعرف فيه معروف تعمل يعمل اعمل، ما تخسر شيء، فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به. يمكن، ما ندري، يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور، شكور ولا ما هو شكور. أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس الجنة، أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله.